السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد من قناة Animal World. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. فيديو النهاردة بيتكلم عن كلب اسمه التشاوتشاو. كلب التشاوتشاو هو سلالة كلاب بتعود اصلها لشمال الصين، بيرجع تاريخه للعصور القديمة وموطنه الاصلي الصين، وكان زمان زمان قوي كان يعتبر فريسة للصيادين، ان الصيادين بيقتلوه زمان وياخدوا فروته وبياكلوه. لغاية دلوقتي الصينيين بياكلوا الكلاب والقطط. الكلب ده اتحول من فريسة للصيادين الى كلب صيد، استغلوا فيه الصيادين شراسته وشخصية الكلب رغم ضئالة الحجم. هتقول لي مش منطقي ان هو الكلب صغير في الحجم ما عندك في البيت ما بي يعني ما بيهشش. لا، هو فعلا ارجع للتاريخ او خش على جوجل هتلاقي ان سلالة الكلب دي زمان كانت في الاول ان الصيادين بيموتوها ويقتلوها ويشوها وياكلوها يعني، وبياخدوا الفرو منه ويستخدموه في كذا حاجة. بعد كده بعد 20 سنة او 30 سنة من اكتشاف شخصية الكلب والاكتشاف شراسة الكلب الحقيقية جواه، استخدموه ككلب صيد. هو كلب مش رياضي، كلب عنده ذكاء قوي جدا، عنده دهاء ومكر، والشخصية طبعا قوية. تاريخه زي ما قلنا زمان، الكلب ده ما بيجيش الا مع الاغنياء الصينيين بس. طبعا بعد اكتشاف الكلب وبعد اكتشاف قوة الكلب وشراسة الكلب وشخصية الكلب، على الرغم ان هو صغير زي ما قلنا في الحجم، كان بس للاغنياء في الصين على مر القرون. طبعا عرفت ان اسم كلمة تشاو تشاو معناها الصالحة للأكل. طبعا انا رجعت لكذا مرجع وعرفت ان هي من اللغة الكانتونية، انا معرفش دي ايه الحقيقة، بس هو كان موجود الصالحة للأكل. كان زمان الناس كان بيقتلوه وبياكلوه كنوع من البروتين. الكلب ده ألوانه الأسود والأزرق والفون والكريمي والأحمر. بالنسبة للطول بيوصل من 40 لـ50 سنتي، بالنسبة للوزن 25 لـ35 كيلو، وبيعيش من 8 لـ12 سنة. عنده مشكلة، عنده سنيات جلدية كتير في وشه، ده هيتطلب منك ان انت تنضف له اللعاب واي وساخة موجودة في السنيات الجلدية دي. عشان تعرف الكلب بتاعك اصلي ولا مش اصلي، اللي انا عرفته واللي انا اتأكدت منه لازم بيجي بسنيات جلدية في وشه وفي جسمه كله، ويكون لسانه يا ازرق يا اسود. بيحتاج منك اللعب معاه، ممكن لمدة ساعة، ممكن تمشيه، بيحتاج منك اكل البيت، ولازم يشرب مية كتير. امراضه مش كتير، كلب صحي جدا، كلب ما تقلقش من ناحية الاطفال، فهو كويس جدا جدا. قبل ما انهي الفيديو كان في واحد طلب مني وقال لي يا دكتور محمد عايزين نعرف الفرق ما بين الكلاب وبعضها، البيتبول عن الروتفايلر، عايزين مقارنات. حاضر ان شاء الله باذن الله، الفيديوهات الجايه ان شاء الله مستمر معاكم باذن الله، مقارنات هتنزل باذن الله. ان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه، والسلام عليكم.